كلنا تقدير وفخر لتبوء المرأة الإماراتية أعلى وأسمى المناصب وكونها جزء فاعل في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. شكراً لكل معلمة، طبيبة، مهندسة، أخصائية أو حتى رائدة أعمال. شكراً لكل امرأة إماراتية شرفت وطنها وشرفت صورة المرأة العربية. كل عام وأنت بخير. المرأة هي نصف المجتمع، مو بس من الناحية العددية، هي كمان أكثر شخص فعال بتربية وتنشئة الأجيال القادمة بطريقة صحيحة. كل عام وأنت بألف خير بيومك، يوم المرأة الإماراتية. بتعيش طبعاً المرأة الإماراتية حفل، أو خلينا نحكي الاحتفال بهذا أو هي الملامح الجميلة. اليوم 28 أغسطس يوم المرأة الإماراتية، إنجاز، تقدم، ازدهار، علم، تطور، مواكبة العصر. فكل عام وأنت بخير لكل امرأة إماراتية وكل امرأة تقف على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. أيتها الأم الحنونة، أيتها الزوجة الوفية، أيتها الابنة البارة، يا أم الإمارات، يا بنت الإمارات، يا أم الشهيد، يا أم الأبطال، يا بنت زايد، كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والخير والسلامة، ونحتفل بك كل عام بإنجازاتك ونجاحك. شكراً لأنك مثال جيد للمرأة العربية، شكراً لحسن تعاملك معنا إحنا إخواتك، شكراً لأدبك ورقيك يا بنت زايد.